السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي الصف الثاني الابتدائي مع الوحدة الثانية من منهج الكونكت. والنهاردة هنشرح الوحدة من كتاب جميل جدا جدا اسمه كتاب نيو ستار. يلا بينا. النهاردة هنتكلم حبايبي عن ازاي نوصف جسمنا او نوصف جسم الحيوانات ونقول الحيوان ده عنده رجل، الحيوان دوت عنده منقار، الحيوان دوت عنده فرو، احنا عندنا كم رجل، عندنا كم عين. المهم ان يطلع الطالب من الوحدة يقدر يوصف جسمه وهو عنده، وكمان يتعلم العدد، يقدر يتكلم عن العدد ويقول انا عندي او انا لدي. النهارده تعالوا نقرا مع بعض كده ايه اللي بيحصل في اليوم. يقول look it's a bird, it has two legs, two feet and a beak. تعالوا بص البنوتة الحلوة دي. بتقول ايه؟ بتقول look انظري it's a bird, انه طائر. يبقى اول حاجة اتكلمت عن الصورة عشان حبايبي اللي مش بيعرفوا يعملوا جمل على الصورة، هنا ممكن نستعمل الكلمات الجديدة دي في اننا نوصف ايه اللي بيحصل في الصورة. فحنقول هنا تعالوا نبص على الصورة دي كده. it's a bird, انه طائر. بعدين هنقول it has two legs, عنده رجلين، تمام، عنده ساقين، وكمان two feet يعني قدمين. and a beak, بص كده على المنقار، عنده منقار، برافو. طيب البنوتة الحلوة دي هتقول لنا، بتقول ايه؟ I have legs, انا كمان عندي ساقين. and feet too يعني ايضا. I don't have a beak, بس ما عنديش منقار. I don't have, انا ما عنديش. I have, انا عندي. I have legs, ممكن اقول I have two legs and two feet. ليه هنا حبايبي legs فيها اس انما feet ما فيهاش، مع ان ده جمع وده جمع؟ هنقول لان legs جمع عادي بيتحط له اس في الاخر، وfeet المفرد منها foot يعني قدم، اتنين او لما باجي اجمعها تبقى feet. فهنا البنت بتقول I have legs and feet two, عندي أرجل وقدمان أيضا. I don't have, أنا ما عنديش a beak. تعالوا نشوف الولد ده بيقول إيه. بيقول the monkey، هيبدأ يتكلم عن الصورة اللي فيها المونكي. The monkey has a face. هنا بنقول has مش بنقول have. The monkey has a face، عنده وجه بس كده؟ لا. teeth، عنده أسنان، و teeth مفردها tooth اللي هي سنة واحدة باتنين او. and big ears، وكمان عنده ودنين كبار، عنده أذنين كبار، big ears. هنلاحظ ان كلمة big صفة تأتي قبل الاسم اللي هو ears. الولد ده بقى بعد ما ده اتكلم عن الصورة اللي فيها المونكي، الولد ده بدأ يتكلم عن نفسه. بيقول I have a face and teeth too، أنا كمان عندي وجه and teeth وأسنان أيضا. يبقى لما جينا نتكلم عن المونكي وعن البيرد قلنا هذا، لما جيت أتكلم عن نفسي قلت I have، وعند النفي قلت I don't have، أنا ما عنديش. طب ايه الكلمات اللي طلعنا بيها من الصور؟ تعالوا نبص كده. اول كلمة body، يعني ايه body حبايبي؟ جسم، براف. بعد كده bird، يعني ايه bird؟ طائر. leg حبايبي اللي هي الساق اللي بنلبس فيها البنطلون. feet يعني اقدام، اللي هما الاتنين دول. طب واحدة بس اسمها ايه؟ foot، foot. ده اسمه ايه؟ بيك، منقار. اتفقنا ان الاي والاي يعملوا ايه؟ زي مد الياء عندنا في العربي، اي كده. مونكي،
monkey. Face, face. Teeth, teeth. Ear, big. يعني ايه big؟ يعني كبير الحجم. يلا مع بعض نطبق على اللي احنا قلنا. المونكي بيقول ايه؟ I have a بيشاور كده على ايه؟ على الوش بتاعه، بيقول I have a face، انا عندي وجه. طيب الفيل هيقول ايه؟ I have an ear، انا عندي اذن. شايفين كلمة ear دي؟ هنحطها هنا. I have an ear. شاطر يقول لي ليه حطينا هنا an؟ برافو، عشان ear اولها حرف متحرك. I have a ده اسمه ايه؟ نطلع فوق كده. ده اسمه beak. يعني ايه beak؟ منقار. الجمل بيقول ايه؟ I have legs، انا عندي ارجل. legs L-E-G. طيب العصفورة هنا بتقول ايه؟ I have عندها ايه يا جماعة؟ عندها ايه؟ I have a face، انا عندي وجه. طيب نبص على الاسد بيقول ايه؟ بيقول I have a ايه؟ برافو، ده فرو. ممكن نقول على ده كمان head، انا عندي رأس. وبيشاور على رجله، بيقول I have a foot، انا عندي قدم واحدة. I have a foot، I have a foot. هنا بيشاور على الرجل. طيب تعالوا نشوف البنوتة دي، هنا السهم بيشاور على دراعها وبتقول I have an arm. arm A-R-M arm A-R-M arm ذراع. I have a تعالي بص كده الثعلب بيقول ايه؟ عنده ايه؟ ده ايه؟ mouth. I have a mouse، انا عندي فم. طيب هنا الولد بيقول ايه؟ ومشاورين على ودانه. I have an ear. ear اذن. فين كلمة اذن يا ميس؟ هي كلمة ear. برافو. تعالوا ايه نشوف بعد كده. بعد كده في فوازير لطيفة جدا، بيقولك listen and read. يلا نسمع ونقول who I am، من انا. يبقى الفزدورة هنا بتقول ايه؟ من انا. اول واحدة هنا بتقول ايه؟ بتقول طبعا جايب لنا ايه؟ صور ثلاث حيوانات، واحنا هنوصف واحد فيهم وانتوا تقولوا لي احنا هنقصد مين. بيقول I have big head، انا عندي رأس كبير. and ears، وعندي اذنين. I have four feet. who am I، مين انا. كمان عندي اربع رجول، يا ترى مين انا. excellent، يبقى احنا هنا بنتكلم عن الالفنت الفيل. I have two legs، انا عندي رجلين. I have no arms، ما عنديش ولا دراع. I have beak، انا عندي منقار. Who am I، مين هنا اللي عنده منقار. برافو، الطائر ده the bird. احنا هنا نقدر نتكلم عن نفسنا. يلا ولادي الشاطرين بسرعة ياخدوا سكرين شوت قبل ما حل، وبعد كده يتفرجوا على الحل بتاعي. I have اللي قدامي دي اسمها ايه؟ عين. I have nose انف. I have mouth فم. ممكن اقول I have teeth اسنان. I have legs عندي ساقين. I have knee يعني ركبة، وممكن يقصد ان ده يكون مثلا ني، او ممكن دي يكون بيقصد بيها الايه، دي ليج برضو حبايبي. طيب انما دي ايه؟ فوت. I have foot. وهنا I have arm. هنا I have a hand. و ear اذن. hand يعني ايه؟ يد. و I have a head.
برافو عليكم. انا عندي رأس او I have hair لو انا هتكلم على الشعر. hair H-A-I-R. تعالوا حبايبي مع بعض نشوف الاكسرسايز ده بيقول لنا match يعني وسط. بيقول ايه؟ these are my feet. نبص على الصورة كده فين هنا الكلام اللي يقصده. بيقول these are my feet هذه او هؤلاء. دول ايه؟ قدمين. برافو. فين هنا الفيت؟ اهم. يبقى هنعمل ايه؟ هنوصل دي بدي. an elephant has big ears. الفيل عنده big ears. يعني ايه big ears؟ اذن كبيرة. يبقى فين الصورة؟ برافو. طيب a monkey has four legs. المونكي القرد عنده اربع رجول. يبقى الصورة فين؟ اهي. these are my legs. دي رجلي. هذه ساقي. يبقى فين الصورة؟ اهي. a bird has a beak. البرد الطائر عنده بيك عنده منقار. يبقى فين الصورة؟ اهي. برافو. بيقول هنا look and the circle. يلا كده ايه نبص ونعمل داير. فين كلمة teeth؟ يلا الشاطر يشاور معاي. دي teeth؟ لا. دي teeth؟ لا. طيب دي teeth؟ برضو لا. فين teeth؟ اهي. برافو. teeth يعني اسنان. طيب ناخد كلمة كمان. beak. بيك يعني ايه بيك؟ منقار. فين المنقار؟ اهو. شاطرين. تعالوا ننزل تحت كده بيقولك count the legs and say. عد الارجل وقول. تعالوا نبص على السمكة. السمكة حبايبي عندها رجلين؟ لا ما عندهاش رجلين. it's a fish. انها سمكة. a fish has no legs. has no يعني ما عندهاش. كأني بقول it doesn't have. ما عندهاش legs. طيب نبص على الجمل. بنقول it's a camel. it's a camel. a camel has four legs. عنده كام رجل؟ four. ممتازين. تعال نبص هنا. it's a snake. انه ثعبان. a snake has no legs. برضو الثعبان ما عندهوش ارجل. it's a spider. ده ايه؟ عنكبوت. a spider has. تعالوا نعد بقى العنكبوت عنده كام رجل. 1 2 3 4 5 6 7 8. عنده 8 legs يعني 8 ارجل. it's a pea. بي يعني نحلة. a bee has not legs. النحلة عندها كام رجل؟ عندها four. عندها four. it's an ant. an ant has. الانت هنلاحظ ان عندها six legs. عندها six. يبقى an ant النملة has six legs. عندها ستة ارجل. طيب احنا حبايبي ربنا ادينا العين وادينا الاذن وادينا اللسان كل واحدة وادينا الاقدام عشان نعمل بيها حاجة. صح كده؟ ممتازين. تعالوا نشوف الحواس اللي ربنا ادهالنا دي بنقدر او الاعضاء اللي ربنا ادهالنا دي ايه وظيفتها. انا اقدر اعمل بيها ايه؟ انا اقدر يعني انا استطيع. هنستعمل هنا الفعل كان. كان انا استطيع. طيب تعال نشوف ده بيعمل ايه. see يرى. hear يسمع. speak يتحدث. kick يشوت. run يجري. throw يرمي. بيقولك I can انا استطيع. I can run استطيع ان اجري. I can kick استطيع ان اشوت. I can't لا أستطيع. I can't hear لا أستطيع أن أسمع. I can't see لا أستطيع أن أرى. يبقى نقول تاني. I can أنا أستطيع.
طيب I can't، لا أستطيع. برافو عليكم كلكم شاطرين. يبقى احنا عندنا هنا كلمة سي يرى هيبقى العضو بتاعها ايه؟ اي. ما هو ما ينفعش اشوف مثلا من بقي، في حد يشوف من بقه؟ برافو عليكم. يبقى انا هشوف بواسطة الايه؟ الاي العين. طيب هسمع هير، اسمع منين؟ باذني، اذني يعني ear. عارفين ال H دي حبايبي لو شلناها تطلع كلمة ear اذن، يبقى hear I can hear with my ear. برافو. I can see with my eye. I can hear with my ear. استطيع ان استمع بايه؟ باذني. speak يتحدث، mouth فم. I can speak with my mouth. أستطيع أن أتحدث بفمي. I can speak with my mouth. run أجري. طب هجري إزاي؟ على إيديا؟ لا طبعا، أستعمل my legs رجلي. I can run with my legs. أستطيع أن أجري بإيه؟ برجلي. throw يرمي. hands يدين. انا لو معايا كورة هرميها بايه؟ برافو، احذفها ارميها يعني باستعمال ايدي. I can throw with my hands. استطيع ان ارمي بيدي. kick اشوط. feet قدمين. I can kick with my feet. انا اقدر اشوط بايه؟ بقدمي. this is my friend. هذا صديقي. he can't see يا عيني مش بيشوف. he can read with his hands. يقدر ايه؟ يقرا بايديه. في حد بيقرا بايديه؟ في نوع يا حبايبي من الكتابه، الكتابه دي بتبقى خاصه بالناس اللي فقدت حاسه الابصار، يعني اسمها كتابه برايل، بتبقى عباره عن زي كده نقط باردة موجودة على شكل أحرف في كتاب معين، وبيبدأ الولد اللي فقد، اللي هو مش بيشوف أو اللي فقد حاسة الإبصار، يبدأ يلمس الحروف دي بصباعه، وبعدها يقدر يقرأ إيه اللي مكتوب. تمام، تعال نشوف بقى ده إيه مشكلته. This is my cousin. ده مين؟ ابن عمي. he can't hear، مش بيقدر يسمع. he can speak with his hands. بيتكلم بلغة الإشارة، أما يحرك إيديه كده هوت إحنا بنفهم هو عايز إيه، لأن هو يعني مش إيه؟ مش بيسمع. الولد ده بيقول this is my brother. ده أخويا. he can't run. ما يقدرش يجري. we can play. بس احنا نقدر نلعب مع بعض. بعد كده هنيجي لجزئية الفونكس. فاكرين حرف ث؟ اتفقنا يا حبايبي لما التي التي تيجي جنب الاتش، التي والاتش يتنطقوا ث، التي والاتش بنطقهم ث. ثري ثري، كلمة ثرو يرمي. ثرو ثرو يرمي. ثرتين، يعني ايه ثرتين؟ تلتاشر. ماوس ماوس فم. باثروم باثروم حمام. بي نحلة بي نحلة. عندنا الاي والاي هنا كاني بنطقهم حرف الاي المد، يبقى التي والاتش بنطقهم حرف الث، انما الاي والاي حرف مد. زي كمان كلمة جرين جرين، شاطرين. تيث، فيها حرف المد ده وكمان فيها التي والاتش اللي بنطقهم ث. نبص كده هنا. This is green. ده لون اخضر. نحط ايه؟ yes ولا no؟ شاطرين، نحط yes. This is bathroom. يعني ايه bathroom؟ حمام. انما دي ايه حبايبي؟
teeth أسنان. يبقى هنقول هنا yes ولا no؟ no طبعا لأن ده مش bathroom. it's a bee دي نحلة. دي نحلة صحيح؟ آه حط yes. it's a three دي three غلط دي 13 عشان كده هنا هنحط no. يلا نكتب الولد ده بيعمل ايه؟ بيحذف. يحذف يعني او يلقي يعني throw. ها اسنان teeth 3 3 نحلة بي ممتازين. بكده يا حبايبي نبقى ان شاء الله وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. ان شاء الله مع الحلقة الجاية هيكون فيها اخر درس في اليونت وهنحل اسئلة على اليونت كامل. اشوفكم على خير ان شاء الله. اي حد عنده سؤال او تعليق او مش فاهم حاجة يبعتلي في الكومنتس. كان معاكم فاطمة البنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.